مرحبا بي. اليوم معنا قلنا خلينا ننتهزوا الفرصة وأنه نعطيه معلومات تاريخية دينية لما لا نقدموا إضافة خاصة لجيل الشباب. الجيل احنا كبرنا بالقضية الفلسطينية كل واحد بطريقته شنو خذي من موروث عائلي وإلا خذي من الأساتذة متاعه من المحيط متاعه، ولكن الأجيال الجديدة مش الكل متشبعة بالقضية الفلسطينية. الأحداث الأخيرة والحرب في غزة مثلت اكتشاف للبعض، بالنسبة لهم كانهم أول مرة يعرفوا هذه القضية، ومثلت لهم زادة صدمة وبرشة حديث وبرشة صحيح وبرشة غلط. قلنا اليوم أنه لازم يكون حاضر معنا أستاذ جامعي يعطينا صحيح ونفيدوا به المستمعين متاعنا. ذيك علاش فرحانين وأنه بحضينا اليوم الأستاذ مراد العقوبي، أستاذ تاريخ إسلامي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. أهلا وسهلا وشكرا على تلبية الدعوة أستاذ. تحية لكم الكل، يعيشك، وتحية لمستمعينا. نشكركم على الدعوة بطبيعة الحال، وخاصة نشكركم على العناية بالموضوع هذا، لأنه أنت تو كنت تقول سيدتي الكريمة أنه كأنه القضية نسيت أو الشباب ما يعرفهاش، وفي الحقيقة أنا نتصور كانت فما نوع من سياسة التجهيل بالتاريخ العربي بالواقع العربي. هذه فرصة أنا نذكر شبابنا بالضبط، وأنا بالفعل ندعم الوعي هذا عبر الأنشطة المختلفة، عبر النشاط الجمعياتي، عبر النشاط النقابي، النشاط السياسي أيضا. نحن نعرف أنه الأحزاب السياسية كل حتى في مؤتمراتها وملتقياتها ديما ثم فصل خاص بتحرر الشعوب والقضية الفلسطينية بالذات، وفي دستورنا كذلك موجود الشيء هذا، ولذلك معناها هي فرصة باش مدام الإعلام قاعد يأخذ في مسافة متاع تحرر يستغل هذه باش يكون عنصر دعم إلى التوعية. إن شاء الله هذا شنو نحبوه اليوم، احنا على الطريق نتصور بالطريق هذه يكون على طريق. بيه أستاذ، هات نبدأ واحدة واحدة مع بعضنا. هات ناخذ تعليقك ساعة، أنت ككاتب عام لجمعية أنصار فلسطين بتونس، عملية طوفان الأقصى اللي قاعد يقوم بها الكيان المحتل. فما ناس تقولوا أنه عملية طوفان الأقصى مثلت صدمة للعالم العربي وأيضا للكيان نفسه، ومباختة كبيرة ما كانش يتصورها، وأنه خلينا نقول بالتونسي طيحت له قدره اللي كان مقدم نفسه للمجتمع الدولي على أنه أقوى ما فما في هذا الكون. شنو تعليقك أنت؟ ساعة تصحيح صح التعبير، أنا ما عادش كاتب عام، أنا صحيح مؤسس وكنت في البداية كاتب عام، ثم كنت رئيس الجمعية لمدة دورتين بعد الانتخابات، الآن عضو في الهيئة المديرة فحسب، ولكن قلبا وقالبا بالطبيعة معناها مع القضية الفلسطينية، وحتى اهتماماتي الأكاديمية كانت ديما تميل إلى المسألة الفلسطينية وتاريخها، لأنه فما تاريخ فلسطيني في فلسطين يعود إلى التأسيس، يعود إلى آلاف السنين، موش حاجة جديدة، والشعب هذا متجذر هناك. نذكروا للشعب هذا والفينيقيين بصفة عامة هم كلهم تسمى الشعوب العربية لأنها ناطقة باللغة العربية التي تطورت تدريجيا حتى وصلت إلينا بهذا الشكل. بالنسبة لل يعني لل معناها الطوفان الأقصى كانت نتيجة طبيعية أولا لاستمرار النضال منذ البداية، يعني منذ بداية القرن، منذ الانتداب البريطاني استمر النضال هذا لم يتوقف. للأسف كان عرف عدة كبوات، ولكن ما تعرف بالنسبة للشعوب المؤمنة بقناعاتها كل كبوة هي درس، وكل كبوة كانوا يأخذوا منها الدروس ويبنيوا عليها حتى وصلوا للمستوى هذا، أنه العالم لم يكن يتصور أنه مجموعة مناضلة محصورة منذ 2006 منذ الانتخابات بالضبط حتى كشل توا يعني مسكرين عليها. نحن نعرف ثم أزمة متاع أكل، أنا من ثم جماعة من الجمعية زاروا غزة في سنة 11 و12، فالظروف اللي يحكيوا عليها بالمشاهدة شيء لا يصدق. معناها تصور أنت زملائي يعيشوا في منطقة صغيرة بالكل، معناها في سجن مفتوح، سجن كبير، معناها هي كثافتها تقريبا 40 مرة من الكثافة متاع الصين، يعني أشياء لا تصدق. ولكن الشعوب عندما تريد تحقق يعني في نهاية الأمر كانت منتظرة
أنا ما أكذبش عليك، أنا كنت نتواصل مع بعض القيادات السياسية كيف نخرج برا ونحكي مع ناشطين فلسطينيين في كل العالم تقريبا، فكانت الكلمة هذه تتقال، يقول يزم يقول ويزم الحرب الجاية تكون على أراضي فلسطين خارج الأراضي المحتلة الفلسطينية. ثم حتى خبراء ومعلقين قالوا راه ستقع أشياء في هذا الاتجاه، يعني كان منتظر، يعني من ناحية الوضع والسياق كان منتظر، لأنه لا يمكن حصار شعب بتلك الدرجة. لكن من حسن الحظ أنهم خدموا خدمتهم بطريقة ثم تعمية استراتيجية قاموا بها، كانوا ديما لفترة طويلة يوهموا أنهم ما فماش تحركات، أنه مشكلتهم هي الوضع الإنساني والمعاشي للشعب. هذا كانت حتى مطالبهم من المؤسسات الدولية ولا غيرها هي معاشية، وحتى في المواجهة الأخيرة اللي قامت بها حركة الجهاد الإسلامي الناس كل لحظة اللي حماس ما تحركتش وتوجه لها نقد كبير، لكن قالوا رو احنا معتنين بجانب آخر. فهذايا والصدمة هذه هي اللي يفسر اليوم كلها استراتيجية معني. كلها استراتيجية، وهذا اللي يفسر اليوم الجنون اللي تمارس به القوى الصهيونية. بالضبط، انت هو عبارة على انتقام لا إنساني لا بشري، ويعتبر من جرائم الحرب. هذا مش أنا برك نقوله، قالوه عدة مسؤولين حتى في الغرب أنفسهم. أستاذ أنا توا خلي نحبك تلبس لي الكاسكيت متاع التاريخ الإسلامي، أو علاش؟ لأنه نحب نفهمه شريحة عمرية معينة من الشباب، ولا حتى احنا معنا مش كلنا عنا ثقافة كبيرة راو في التاريخ الإسلامي. علاش فلسطين عليها ديما العين؟ علاش هذه الأرض ديما عليها النزاعات؟ شنو السر في فلسطين؟ في أرض فلسطين، فلسطين والشرق بصفة عامة هو أساس عقائدي كبير جدا لمعظم ديانات العالم. اليوم المسلمين يمثلوا حوالي 2 مليارات، المسيحيين أكثر، واليهود نسبة قليلة. كلموا هذوما الديانات الثلاثة ذوما اللي نسميهم الديانات التوحيدية، نلقاو أصلهم يعود إلى تلك المنطقة. فبطبيعة الحال فكانت دائما هناك نوع من التقديس لتلك الأراضي. نعرف مثلا الحروب الصليبية اللي صارت، كان الغطاء الديني والسياسي وحتى الاقتصادي اللي ألبس لها الحروب هذه هو استرجاع قبر السيد المسيح وصليبه وما إلى ذلك. وفشلت هذه الحملات ودخلت في حاجات أخرى، وحتى المسيحيين نفسهم تحاربوا فيما بينهم، بل إنها شهدت في بعض الحالات تحالف بين بيزنطة وبين يعني قوى إسلامية ضد الهجوم متاع الصليبيين. فالمنطقة ذي كانت دائما محط أنظار الديانات الكل. اللي همنا احنا هو التحول اللي وقع، اللي تتحول إلى يعني تحت سلطة الإسلام في فترة الفتوحات الإسلامية. عندما وصل الفاتحون هناك كانت هناك ان غراند كوميونيتي كريتيان، فهذه المجموعة هذه وفي الكنائس نتاعهم رفضوا انهم يسلموا الا بحضور عمر بن الخطاب، الخليفة عمر بن الخطاب. فقالوا لهم جاء عمر من المدينة حتى وصل لغاديكا، وبعد حديث معهم طبعا بالنسبة للمسلمين احنا نعرف وسط الكيل في القرآن معناها فما النوسيون تاع اهل الذمة، الذمة بالعربية معناها الحماية. هم يعني تحت ذمة الله، وبالتالي ما يزمهمش يتمسوا. فما يسمى العهدة العمرية، النص هذاك يضمن لهم ممارسة دينهم والكثير من الضمانات على اساس مدامهم موحدين لا يقع الاعتداء عليهم ولا تفتك اموالهم ولا اي شيء من هذا القبيل. والعهدة ذي عنا منها النص متاعها على الاقل في جزء كبير منه، نجمنا ثبته من الاوثنتيسيتي نتاعه، يعني متفقين فيه. وبالتالي قعدت الناس تعيش مع بعضها، ما فماش حتى في سلام، ما فما حتى اشكال معناها بين الدين الاسلامي والمسيحيه ونسبه قليله من اليهود. حتى اليهود كانوا موجودين، لكن طلب المسيحيون انذاك انه اليهود ما يقدموش الاراضي المسيحيه، معناها موجوده هذه في العهده العمريه. المهم كان ثم تعايش، والتعايش هذي راه ماهوش خاص بالمنطقة هذيك، لأنه المفروض أن الديانات التوحيدية معناها تتعايش مع بعضها. نعطيك مثال، مثلا هناك عملية بحث أركيولوجي مؤخرا قام في جنوب فرنسا، بدأ في 2006، وجد أن هناك مقبرة فيها مجموعة من القبور، فيها قبور إسلامية ومعها قبور مسيحية.
عرفوها بطبيعة الحال القبور الإسلامية من الطقوس متاع الدفن التوجه نحو الشرق وشكل الميت إلى آخره. فالناس كانت تتعايش بصورة عادية. ونفس الشيء مثلا في العراق المسيحيين والمسلمين مع بعضهم معناها الحزازات هذه ظهرت بتدخل قوى أخرى. ولكن ثم مشكلة أنه بالنسبة للعقيدة اليهودية نفسها ركزي في النقطة هذه أستاذ، لأنه اليوم كل واحد يقول لك حسب العقيدة متاعي وحسب كتابي الأرض هذيك متاعي. لا هو هوني هوني زاد فما ما كل واحد عنده حقيقته معناها هما عندهم حقيقتهم اللي يسوقولها عندهم قديش. انا نستحضر هنا قول نتاع بورقيبه وقت هما قالوا هكا قالوا ها في الكتاب المقدس، قالوا ما يريد الكتاب المقدس راه ماهوش دفتر خانه. معناها ينجم معناها تعش بالمنطقه ليش معناها احنا نجم نقولوا المسلمين نرجعوا للاندلس نرجعوا لبوتي جنوب فرنسا كل ياخذوا معناها ثم حاجات غير منطقية. وحتى في المنطق العام إذا كان شعب استقر أكثر من 200 سنة يصعب اقتلاعه ويمنع اقتلاعه لأنه تقريبا 4 أو 5 أجيال أصبح من المستبعد ومن غير المقبول وغير المعقول وغير قابل للإنجاز أنه يتم استبعاده. فقعدوا اليهود يتعايشوا هناك ما فما حتى إشكال. السؤال يطرحوه المؤرخين، نحكي على المؤرخين صهاينة يعني يعيشوا في الكيان الصهيوني، ما نحكيش على المؤرخين متاعنا نحن، خاطر احنا نقولوا احنا ما نجموش نتخلصوا من انتمائنا العربي الاسلامي الى اخره. فالمؤرخين يقولوا راه ما فماش حتى دليل انه وقع تهجير اليهود، ما فماش حتى وثيق حتى حاجه ابسوليومون التهجير لا وجود لاي وثيق. وفما مؤرخين بالوثائق ومختصين يعني لم يتم تهجيرهم. والسؤال مال اليهود وين مشاو؟ جزء منهم دخل المسيحية، الاخرين دخلوا الاسلام مع الوقت، وجزء منهم بقي على يهوديته. بالتالي ما كانش فما اشكال. ثم جزء هاجر نحو منطقة الخزر واستقر في المناطق الروسية والمناطق هذيك في اسيا الغربية. أستاذ خليني نسألك هنا كسؤال ساذج مثالش، ولكن فما حتى سؤال ساذج بحق ليه والله إذا قلت باش نسأله باش يجي الأستاذ باش نسأله، لأنه فما ناس تقول لك راهو القضية الفلسطينية كي تحل معناها الدنيا وفات، معناها هذوما العلامات الساعة، راهو القضية الفلسطينية وقت اللي باش نقضيو على الصهاينة ونقضيو عليهم على دولة الاحتلال معناها انتهت الدنيا وباش تقوم القيامة. شوف منين جينا هال المعتقدات هذه سميوها ليكرويونس ميليناريست، العقائد الألفية موجودة حتى عند المسيحيين يقولوا قبل باش نطول شوية ربما أما نحاول نختصر قدر الإمكان. بالنسبة للمسيحيين كي نقراو الكتاب المقدس، وقت تقرأ الكتاب المقدس تحس أنه لجوغ دو جيجمون إي إيمينون باش يجي على قريب. لكن قعدوا متعايشين فترة طويلة وما ثماش، والناس بدأت تتساءلين كتب ليفونجيل دو جون قال لهم راهو عام 1000 سينتهي العالم، معناها شيحة بعدهم. ونعرفوا اللي وقت اللي قرب عام 1000 ثم الكثير من المشاكل والتساؤلات عاودت تطرحت. وبالتالي المعتقدات هذه راهي موجوده حتى في مجتمعاتنا. طبعا انا نذكركم انه في سنه 2000 البوك 2000 هذاك اللي تحدثوا عليه هذاك داخل في المعتقدات هذه. واحنا في المسلمين كذلك عندنا معتقدات من النوع هذايا، ولكن فيها جانب ايجابي. يقول لك فما حديث منسوب للرسول والارجح انه صحيح، يقولوا انه يبعث الله على للأمة على كل رأس 100 سنة من يجدد لها دينها. دونك كانت الفكرة هذه الانتظار وغير حاجة طبيعية. ولكن ربما كتقال بالصفة بالصيغة الأخرى معناها كوم سي أنها شيء مستحيل. لكن راهو نذكر العباد أنه ما ثم حتى استعمار دام. الآن ثم منطقة واحدة مستعمرة في العالم محتلة، مش حتى لأنه الاستعمار فيه جانب من التعمير، لكن ثم احتلال. ثم بقعة واحدة في العالم اللي هي فلسطين. آخر استعمار في العالم، آخر احتلال هو احتلال فلسطين. والاحتلال هذا جاء في سياق ضعف العالم العربي والإسلامي. وبالتالي عندما انتهت الحرب العالمية الأولى وتم المؤتمر متاع 19 مؤتمر باريس الذي سيقع فيه تقسيم العالم، وقتها قدموا مجموعة من الصهاينة. بالطبيعة وقت الصهاينة بدأوا يتكونوا بعد مؤتمر أواخر 19 بقيادة هيرتزل. فالمؤتمر هذاك قدموا فيه الصهاينة قالوا نحبوا دولة تشمل الجولان
وتشمل سيناء وغزة حاصيله منطقة كبيرة جدا اللي هي تقريبا منطقة المياه ومصادر المياه. ولكن رفض ذلك لماذا؟ لأنه الدول الكبيرة وقتها كان عندها تقسيم آخر اللي هو سايكس بيكو فرفضوه، ولكن الصهاينة كانوا دائما يريدون يعني السيطرة على كل المنطقة وطرد الآخرين. في الانتداب معناها في الثلاثينات بدأت عملية التهجير. والتهجير هذايا يرجع راهو مش هما رغبة في التهجير لكن وقع تهجيرهم. لماذا؟ لأن هناك عقدة عند الغرب أنه يكرهون اليهود. علاش يكرهون؟ ثم مشكلة الاعتقاد أنهم قتلوا المسيح. هذا جانب. جانب ثاني أن اليهود بطبعهم كانوا نظرا لأنهم هذه قلت لك المشكلة متاع اليهود أنه عقلية الجيتو، عقلية أن نحن شعب الله والأخرين الأغيار لقويم لقويم. دونك وفما حتى آية في القرآن تقول منهم من ان من ان تأتى منه او شيء من هذا القبيل بقنطار يؤديه اليك ومن بدينار يؤديه اليك ومنهم من انت تأتى منه بقنطار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمة. ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. دونك الاميين هم الايغويين. وثم حاجات اصل حتى في التقاليد الشعبيه نتاع التوانسه نتاع المغرب العربي هي ما تتذكرش معناها على العموم هكا انهم يستحلون بعض الممارسات اذا كان كانت موجهة ضد نساء غير يهوديات. وعندنا حتى أغاني تونسية تحكي على هذا وتذكر بالاسم. والكلمة اللي يذكروها معناها المرأة غير اليهودية اللي ما هيش على دينا اليهودية. هذه العقلية. وبالتالي ما ننساوش زادة أنه ليروتشيلز يعني الدرع الأحمر هذوما أسست بنوك وسيطرت على ندخلوا في الجانب الاقتصادي والثقافي والفن. الشعوب هذيك الأوروبية تقول لك وقت تبدأ فما أزمة سبب متاحة اليهود وتعرضوا إلى مذابح كبيرة منذ القرن العاشر في أوروبا الكل. المحور معناها اليوم هو الديانات، هو الدين، هو ما زالت حروب دينية معناها في نهاية الأمر كل واحد على عقيدته. ما هو اسمعني الدين يتداخل مع عناصر أخرى. فما نزاعات شخصية، فما نزاعات قومية، فما نزاعات قطرية. معناها شعوب تحب تسيطر على بعضها بدليل أن نحن هنا عرب ومسلمين هم يتحاربوا مع بعضهم. ما فماش حدود بين دولتين عربيتين ما فيهاش مشاكل متاع حدود. الكل سونس اكسبسيون ما فيها تونس والجزائر. ما فيها ليبيا ومصر. تونس مصر والسودان. تونس وليبيا زاد. وتونس وليبيا بطبيعة الجرف. مش قلت الجرف. وثم حتى مشاكل أخرى في المناطق جيت اسمها هي على كل في الجنوب. من بعدوش. دونك كانت ديما موجودة المشاكل هذه. وبالتالي الغريب أنه النزعة الدينية هذه اللي هي الأصل أن تدعو إلى التعايش. أيوة. تدعو أنه إلى كل شعب يحتفظ بعقيدته. ما عندكش حق تمس عقيدة واحد آخر. ولكن نلقاو أنه تدخل فيها اعتبارات أخرى. بالنسبة لفلسطين الاعتبار الآخر هو رغبة العالم الغربي الإمبريالية الناشئة وقتها في أنها تقتسم العالم وأنها تتخلص من يهودها. وفما عنا ثم اتفاقيات وقعت بين هتلر وإنجلترا من أجل تهجير اليهود مقابل أسلحة، مقابل دبابات وحاملات جنود. باعوهم عمليا معناها عمليا ثم اتفاق يعني الانجليز هم انفسهم. انا ذكر ثم اتفاقية اسمها الهيعخانة او شيء اسم غريب شوية. واتفاقية موجودة معناها انه وقعت العملية هذه. في وقت دخلت الامور هذه الكل مع بعضها اصبحت المسألة مسألة استراتيجية، مسألة رهان سياسي واقتصادي. ثم هي حاجة تشق العالم العربي والإسلامي ويحتاجون إليها. ونعرفوا عمليات الدعم والشركات الكبيرة كل براتيكموت أو قولك كيان الصهيوني متقدم تكنولوجيا وغيره متقدم، لكن نلقاو معظم الشركات حتى الرؤوس الأموال متاعها متقدم في السلاح. نارينا أمريكا فاش تعمل تو هبطت الأسلحة كل فتدخل فيها الاعتبارات هذية وتدخل فيها بطبيعة الحال الاعتبارات الاقتصادية وما إلى ذلك. خب يعني ناخذ تفاعلات بسرعة ما هاش عنا وقت، ولكن من كل واحد يعطيني تفاعل مع صح دكتور. النقطة المهمة اللي نحب نضيفها أنه اليهودية ليست فكرة واحدة حول فكرة فلسطين. اليوم هناك العديد من الطوائف اليهودية التي تعتقد أن قيام دولة يهودية هو شيء مخالف لتعليمات الرب، وأنه لابد أن يعود المسيح أولا لكي نستطيع أن ندخل. ولذلك هم يعتبروا أنه ما يحدث الآن هو شيء مناقض للديانة اليهودية. عشان نفهم مش كل اليهود مع بعض.
فما حاجة نقطة مهمة جدا. في فلسطين لدينا طائفة اسمها الطائفة السامرية موجودة في نابلس، لا تؤمن أصلا أنه الهيكل في القدس، تؤمن أنه الجبل المقدس هو جبل جرزيم في 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 نابلس، وهي طائفة بالمناسبة صغيرة جدا لكن كل أفرادها لديهم جنسية فلسطينية، طائفة يهودية فلسطينية صغيرة الطائفة السامرية ولديهم عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني ولهم تمثيل في في. ففكرة أن ننظر إلى اليهودية ككتلة واحدة هذا ليس جيدا وليس صحيحا وليست الحقيقة. نفس الموضوع حتى في الجانب المسيحي، هناك المسيحية الصهيونية اللي مؤيدة لفكرة دولة الاحتلال، طبعا تؤمن انه المسيح عندما يأتي في الآخرة لابد ان نجد اليهود الذين كانوا موجودين لكي يعيدوا الإيمان به. يعني حكاية طويلة لو نفرد هذا الموضوع كيف كل طائفة. ريت عليش محمد، انا قلت لك مش تقعد معايا في البرنامج، ريت عليش. نحبه كل اسبوع نعطي لمحة صغيرة هكية حتى تفاد تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع، لكن يبقى مهم جدا أن نعرف الفروقات وفروقات ما بين الطوائف المختلفة بالضبط. ومن يقف معنا. ولذلك لن نستغرب قبل يومين يعني أكثر من 300 يهودي يقتحموا الكونغرس في الكونغرس، عملوا اعتصام داخل الكونغرس. بالنسبة لهم الاحتلال هو مخالف للديانة اليهودية، هو مدافع عن ديانة بالضبط، ولا يعترفون أصلا بدولة اسمها إسرائيل، يعتبروا أن ذلك هو نذير شؤم، ويقولوا إذا أقيمت فإنها معناها ستنهار وسيتقع العقوبة. عقيدة دينية كما قال صديقنا معناها بالنسبة لهم. محمود، والله الدكتور أنا سؤالي يمكن أكثر على الخطاب اللي المفروض الناس الكل نعرفه كيفاش نستعملوه باش ما الخلط ما بين الصهيوني واليهود، ما نحيدوش بالأخص عند الشبيبة اللي توا عرفوا القضية الفلسطينية. ما نكذبوش على بعضنا وما نكذبوش على رواحنا، عنا برشا من الصغار اللي طالعين ما عندهم حتى فكرة، فما سيبغي فما اللي يعرفوا من ما يعرفش، فما برشا ما يعرفوش، فما برشا ما يعرفوش. شوفوا في أولادنا فما خلط معناه، حتى كي نحكيوا على القضية فما خلط، يبدأوا يعملوا في إشارات اليهود التوانسة يخلبزوا الدنيا. فالخطاب كيفاش يلزموا يكون الخطاب الأسلم كيفاش يكون مع اليوم مع الطلبة مثلا؟ انتم استاذ كيفاش نعمل؟ نعم احنا واضح راهو انه وقت تتحدث في الموضوع هذا سواء مع الطلبة ولا مع صغار ولا غيره، انه الحركة الصهيونية هي معناها ليزامون دو سيون، عشاق صهيون، الجبل صهيون. الحركة الصهيونية ذي ظهرت ساعة في اولها لم تكن حركة دينية، معناها اللي قاموا بها خاصة بعد بعض حوادث العنصرية ضد اليهود في فرنسا، فقروا انهم قالوا احنا على الاقل نتحصل على مكان، وكانت المقترحات موجودة فيها الأرجنتين وفيها جزء في كندا وإلا في فلسطين وإلا في دولة أخرى في أوغندا وإلا في أوغندا، وبالتالي كانت الخيارات معناها متنوعة. ودير علاش هو هرز الوقع رفضه في المؤتمر الثاني بتاع على خاطره قال ما يسالش ما ناخذوش فلسطين. إذن الحركة الصهيونية حتى كانت صهيونية وعلمانية، لكن النواة الكور متاعها كان فيه جزء يهودي. هذيك علاش اليوم هناك إسرائيلين إن صح التعبير، فما إسرائيل الدينية اللي توا هي اللي تحب تأسوي وحولوها إلى دولة يهودية، ولكن راو ثم جزء كبير من المجتمع الفلسطيني خاصة جهة تل أبيب والسواحل مختلفين تماما على اليهودي اليهود اللي يعيشوا في القدس. إذن عندهم مشكلة التطرف، ثم ناس مثلا يخرجوا كل نهار سبت اللي يعملوا معنا اليهود المتطرفين الحرديم فهمتوا هنا تو بالنسبة للشكيناز والسفرديم موضوع آخر اللي هو فيه زادة تساؤلات كبيرة. الناس هذو يخرجوا يمشيوا لتل أبيب ويعملوا تظاهرات ويعملوا مشاكل مع الناس اللي تحتفل، لأنه يعني يعتبروا أنه يوم السبت هو يوم مقدس، لا نشعلوا ضوء لا نشعلوا نار لا نطيبوا لا نعملوا حتى شيء. يقول كيفاش احنا دولة يهودية والناس معناها تابعين الدولة متاعنا يحتفلوا بصورة عادية. وعلى ذكر السفرديم والأشكنازي، الغريب أنه اللي جايين من الشرق هم أكثر تطرفا من اللي جايين من الغرب. معناها وزيرة ظاهرة غريبة في المجتمع، ظاهرة للتفسير السوسيولوجي يعني من ناحية الاجتماعية وفسروها للدراسة. احنا ناخذ مثال في أوروبا مثلا، أكثر ناس تطرفا اليوم
كما مثلا ما نعرفش تعرفوا انتم مسار كوزي وغير الاكستريم دروات مثلا ولا الاخر كزمور ولا اصوله ماهيش فرنسيه. زمور اصوله معناها من المغرب العربي مغربي. ديما تلقى مثلا اللي شو اسمه يوسف كيك شوز هذاك اليهودي اللي قام بالعمليه نتاع الخليل واللي شجع لها اصله هما من الدول العربيه ولا من اوروبا ولا من اسيا ما همش من 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 الغربيين. فهذه ظاهره زادت تلفت الانتباه علاش معناها ما يعتقدوش انه نجموا يتعايشوا غاديك مع شعب اخر ويقولوا هذه لينا احنا فقط. واضح تفاعل أمين. التفاعل هو سؤال هو توا بالنسبه لنا الدوله الوحيده القائمه على اساس الدين هي الكيان الصهيوني، لكن السؤال اللي هو في اطار تقسيم الشرق الاوسط الجديد وتهويد شمال افريقيا، فهل انه هذا موجود منه والا لا بالنسبه للدوله اليهوديه؟ تهويد طبعا شوف راه اليهود ما عندهمش ما يسمى بروزيليتيزم الدعوه معناها دونك اللي كان انت ماكش يهودي انت ما تنجمش تولي يما بالولاده معناها انت يهودي او لا نص على مش كيما المسيحيه ولا نص للقديس سانت اوغستان يرجع للقرن الرابع يتحدث على اليهود يقول لنا يقول في النص نتاعو راه ما تنجمش تكون يهودي الا على ثلاثه امهات معناها ام وجده وجده فبالتالي ما عندهمش الدعوه لكن هنا هم التطبيع معناه التطبيع مع الاحتلال هو المشكل هو التطبيع مش تهويد هم يحبوا ناس ولا الهود لانهم يعتقدون انفسهم شعب الله المختار ديجا هو السوبيريور علينا. انا نصحكم نعمل نشر للديانة اليهودية اما نصحكم تقراوا التلمود على الاقل بعض النصوص منه ولا بعض النصوص من فيها عنصرية والله ثم كتاب كتبه الدكتور الله يرحمه غزة اسمه الدكتور اللي توفى اللي في الاخر خرف شويه التونسي معناها واللي تثارت عليه محمد طالبي دكتور محمد طالبي الله يرحمه كتب كتاب اسمه غزه تلقاه فيه هذا الكل كتاب جيد جدا يدل على للمطالع. عمق مع اي هذا للمطالع انا انصح برشا ناس ما تحبش طالبي اما نقول لهم راهو احترم ذلك الرجل لانه باحث جدي في اخر عمره للاسف وقعدت فيه وشيء من هذا القبيل لكن في الكتاب هذا ريت باش نحكيه الكل من الجانب هذا على الاقل مسألة العنصرية تجدونه في ذلك الكتاب موجود. لأنه مؤرخ وانتقى المعطيات من الكتاب وثم زاد الكتاب تاع روجي غارودي ليميت دو ليتا ليميت فونداتور ديزرائيل ولا دو ليتا اسرائيليا فهذا تلقى فيه معطيات كبيره جدا وان كان هذا ينزاح يوصل حتى الاستواغ ايميديات يوصل للحرب وغيرها فما معطيات راهو دورنا احنا في نقول لكم احنا راهو في التعليم ما ماناش مخصصين حصه كافيه لفلسطين معناها هي قاعده مرتبطه مره تتعمل مره ما تتعملش كل مره كيفاش انا عندي سؤال وكان تسمح استاذ خاطر ما عادش عندنا برشا وقت باش نمشيو للاخبار ولكن مهم عنه باش نطرحوا السؤال هذا اليوم انا كمسلم وكمسلمه علاش نحشم باش ندافع على قضيه ولا ندافع على حق معين باسم ديني ولا باسم الاسلام وعلاش الغرب كما مثلا دولة الاحتلال كما اللي ينتصروا لدولة الاحتلال من امريكا من فرنسا شفنا رؤساء شفنا وزارة شفنا سياسة كبار يجي يقول لك انا هوني اليوم على خاطرني انا يهودي. علاش احنا المسلمين معناها عملوا لنا بعبع ولات حاجة تخوف انك مش تقول وانك انت بيدك كمسلم باش تدافع على قضية اللي هي في علاقة بدينك الاسلامي ولات حاجة نخافوا منها. الخطير هذا ثم مظاهر اخطر من هكايا انه رؤساء انفسهم مثلا بوش ما هو مش جديد عليه لانه جده كتب كتاب في القرن 19 يتحدث على الاسلام وهما من البروتستان المتطرفين فوقت يجي باش يهاجم العراق يقول حمله صليبيه كروزيدر معناها بالنسبه لي حمله صليبيه شو اسمه الاخير معناها صاحب الشعر الاصفر ترامب تتذكر وقت وقعت المشكله خرج هذا كتاب ومشى قدام كنيسه موجوده في بحث البيت الابيض وهز الكتاب ويتكلم ويدافع على انه هو انتصر وحاجات من القبيل هذا احنا مانيش ندخلوا في الشعوذه هذيك لكن القضيه هذه ساعه باش نذكر راهي قضيه المسلمين صحيح وقضيه العرب
وثم كل العرب بما فيهم المسيحيين. انتم ريتوا باش وقع في الكنيسه المعمدانيه اللي وقع قصفها. معناها ما يلزمناش نحرفوا بالقضيه ونحولوها الى قضيه فقط تخص مجموعه هي قضيه انسانيه عربيه اسلاميه, والعالم الكل في عدد دول من العالم يناصرونها, وخاصه في امريكا اللاتينيه اللي فيها الكثير من المهاجرين من الشام. فالقضيه هذه في تقديري والظرف هذايا والانتفاضه الكبرى هذه راهي فرصه لارجاع القضيه الى تحت الضوء العالمي, ولتحصل يحصل هذا الشعب المظلوم على حقوقه. يا رب ان شاء الله. هو ونختم محمود السؤال هكا خاطر باش يقعد في مخي كان تمشي جزر. الوثائق اللي نشوفوهم ساعات ونشوفوهم من قبل مش ساعات, بروتوكولات صهيون, فما منه ولا ما فماش منه؟ شنو صحيح وشنو الغلط؟ خاطر ياسر قاعدة دور في فيسبوك والشبيبة. والله أنا صدقني من اللي في السكوندير نسمع به الكتاب وقريته ما نعرفش خاطر أنا ما فهمتش شنو معناها جماعة جي تحكي تقول راه احنا باش ندمروا باش نعملوا باش نعملوا الكتاب يخرج. ولكن والله عندي زميلي سوسيولوج يقري معايا قال لي يا اخوي الكتاب انا نقول صحيح, لكن كل مره هاي يعملوا نقول والله كلامه صحيح. الحق انا ما عنديش اجابه. غير ثابت. شكرا ليك, شرفت برشا بحضورك استاذ مراد يعقوبي على المعطيات هذه كل نورتنا. ان شاء الله في مرات قادمه ترجع بحضينا حتى نقدموا معلومه مفيده. محمد